بنت خلقت بتاريخ 27 حزيران بعملية ولادة طبيعية اللي للأسف تعثرت بآخر لحظات، ونتيجة لهالتعثر خلقت البنت بحالة انقطاع أكسجين أدى إلى حدوث شلل دماغي. شو اللي صار؟ على الأرجح صار خطأ ما، هل هو خطأ، هل هو إهمال، هل هو سوء تصرف؟ ما حدا بيعرف. الحل لتغذية البنت هو عبارة عن عمل فتحة بالمعدة اللي هي انعملت فعليا، بس للأسف صار في ارتجاع معوي. الحل انه ينعمل لها تيوب على الاثنى عشري حتى تتم التغذية مباشرة. البنت وضعها الصحي زائد وزنها ما بيسمح بالتدخل الجراحي، فالحل هو عبارة عن ناضور. الناضور غير للأسف غير متوفر بالمستشفى الموجودة فيها، موجود بمستشفيات تانية. اللي لما تواصلنا معهم رفضوا بحجة انه في بروتوكول بلبنان بيمنع انتقال المريض من عناية لعناية بالمستشفى، واذا ما تحججوا بالبروتوكول بقولونا نحنا ما عنا محلات. البنت صار 4 أسابيع بدون تغذية، عايشة على المصل. نتيجة لهيك ضعفت عند المناعة بشكل كبير. اليوم صار عندها التهاب رئوي حاد، الله اعلم بتقطع منه او ما بتقطع منه. نحن لوين بعد رايحين؟ ما بعرف شو ذنب البنت تكون بهالوضع نتيجة بروتوكول ظالم. ما حدا بيعرف شو مصير هالبنت، الله وحده بيعلم.